الوضع كان هادي، بس حصل اشتباك، وحصل ان الناس الشرطه بتضرب قنابل على الناس في الميدان، في وسط الميدان اللي هو اساس الثوره. بلاك بلوك من الثوره، ثورجيه زي اي شباب زي ما انت حضرتك واقف كده، وطبعا هم صنفوهم على انهم منظمه ارهابيه. جميل. طب سياده النائب العام اللي هو دلوقتي موجود حضرتك، ها ليه ما بيحاسبش الاخوان المسلمين ان هي كانت اساسا منظمه او جماعه محظوره؟